معانا عبر الهاتف الآن واحد من أهم أصدقائك في نادي الاتحاد السكندري الآن، كابتن محمد صالح لاعب نادي الاتحاد السكندري. كابتن محمد مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معانا. والله يشرف لي يا كابتن كريم، والله يمسك بالخير وانت وجميع المشاهدين والأعضاء معك في القناة. لما طلبنا من أسنا موتو أسماء ممكن تخش معانا عبر الهاتف الآن، فقال إنه كابتن محمد صالح هو من أقرب أصدقائي الآن في نادي الاتحاد. طبعا أسنا موتو حبيبي وصاحبي وشخصية نظيفة وشخصية محترمة، وطبعا أنا بتشرف إن أنا بلعب معاه وأتشرف إنه هو يكون صديق لي، وطبعا أنا بحبه على المستوى الشخصي وهو شخصية نظيفة وشخصية محترمة. هيفرق ايه أوستن أموتو كابتن محمد مع نادي الاتحاد وسط قائمه مليانه من اللاعبين المميزين هذا الموسم للاتحاد او الموسم اللي هيبدا ان شاء الله؟ والله أوستن أموتو هو اضافه في اي مكان بيلعب فيه، عنده امكانيات بدنيه ما شاء الله، وعنده امكانيات فنيه، وعنده فكر. وأوستن أموتو دايما بيفكر ان هو يطور من نفسه، دايما بيفكر يبقى جاهز، دايما بيفكر ان هو ايه يفيد الطريقه اللي بيلعب فيها المدرب، سواء بيلعب في واحد بيلعب في اثنين فراوده اي طريقه، هو بيحاول يخدم الطريقه اللي بتفيد المدرب. فدي الطريقه، او اللعيب لما بيكون بيدور على الطريقه اللي تفيد المدرب، نادرا ان الحاجه دي تبقى موجوده عند اللعيب. طبعا ان شاء الله السلام ده هيبقى اضافه كبيره. كابتن محمد انت بقى انت شايف وضعك مع الاتحاد هذا الموسم، شايف الاتحاد بشكل عام الموسم دوت هيكون رايح لفين ان شاء الله؟ والله باذن الله يعني على السكواد الموجود باذن الله ان شاء الله نقدر نعمل حاجه، وطبعا اللعيبه طموحاتها عاليه، وفي ناس عندها اهداف انها تجيب بطوله للنادي طبعا، وانا واحد منهم. ممكن اتكلمت انا واسنا موتو في الاوضه مع بعض في الكلام ده، ان شاء الله نعمل حاجه كويسه مع النادي، والنادي كبير، نادي شعبي بيستحق منا كل جهد وكل نقطه عرق واقصى جهدنا يعني ان شاء الله عشان نفرح الناس دي ونجيب حاجه كبيره ان شاء الله للنادي. اكلت أوستن سمك اسكندراني ولا سيبته على السمك البورسعيدي بس عشان نحطه عشان نخليه يحط المقارنه دلوقتي؟ لسه من يومين اكل سمك. قال لك عليه احلى سمك اسكندريه ولا سمك بورسعيدي؟ عشان الاثنين حلوين قوي بالنسبه لي بصراحه. هو عجبه ايه اكتر؟ عجبك ايه اكتر؟ انت عجبك ايه اكتر؟ لا اعلم، لا اعلم اسم الاسماك بالتحديد، ولكني احب السمك عموما. لا عجبك طعم السمك اللي في اسكندريه ولا طعم السمك اللي في بورسعيد؟ لا في بورسعيد، لاني اكلت الكثير من السمك في بورسعيد. كابتن محمد شرفت ونورت وسعداء جدا بتواجدك معانا، وكل التوفيق ليك ولي أوستن ونادي الاتحاد الموسم القادم ان شاء الله. انا بشكرك، شكرا. الشرف لي وشكرا ليك على الاستضافه الجميله دي، وبتمنى لأوستن أموتو ان شاء الله كل التوفيق باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى هداف الدوري باذن الله. نتمنى لك التوفيق هو ومبرور ان شاء الله مع بعض حبيبي. التوفيق ان شاء الله.